مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب ما زلنا بنتكلم عن موضوع مهم جدا بدأناه الأسبوع الماضي تكلمنا عن أول جزء فيه وهو الإجابة على سؤال مهم وجوهري وأساسي لماذا أنا مسيحي وحبيت في الإجابة على هذا السؤال أني أقدم المنظور المسيحي الكامل مش بس مجرد أنا مسيحي لأنه أنا مثلاً في بيت مسيحي أو أنا مسيحي لأنه آه يعني آه آه اختبرت الحياة الجديدة ده جزء مهم جداً لكن كمان عندنا فهم عندنا فهم كامل للإيمان المسيحي والإيمان الإيمان المسيحي مهم جدا جدا ان احنا نفهمه وندركه معا. لماذا انا مسيحي؟ الحلقه اللي فاتت اتكلمت عن انه اول حاجه اول حاجه بتميز الايمان المسيحي هو نظرتنا والمنظور الكامل اللي بيقدمه الكتاب المقدس عن شخص الله وعلاقته بالانسان. وقلنا انه في الايمان المسيحي الانسان ليس عبد وليس مخلوق لتكمله عدد، لكن في الايمان المسيحي الانسان وجد وخلق لكي يكون له شركه مع الله وانه اللي بيميز الله هو انه اب وهذا المفهوم غير موجود الا في الايمان المسيحي فقط. عشان كده من اكتر الحاجات اللي مثلا بنسمعها دايما لما يكون في اخوة عابرين بيكلموا عن الحياة قبل معرفتهم للرب يسوع وبعد معرفتهم للرب يسوع دايما نقطة انه الله صار ابي هي من اجمل واروع الاختبارات اللي بيختبروها عندما يعرفوا رب المجد يسوع المسيح انه ابوة الله الله صار لنا اب واما كل الذين قبلوا فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. الحلقه دي أنا هتكلم عن الجزء الثاني وهو قيمه الانسان. انا مسيحي مش بس لانه الكتاب المقدس قدم صوره حقيقيه عن شخص الرب الخالق الموجود قبل الزمن خالق الانسان المحب الاب لكن كمان لانه الايمان المسيحي هو الذي قدم صورة حقيقية وفهم حقيقي عن الإنسان. طبعاً هناك إدعاءات كثيرة جداً وأقول عن أنها إدعاءات لأنه لا يمكن إثباتها لأن الواقع بينفيها. وهي أنه الإسلام كرّم الإنسان. وزي ما إحنا بنقول دايماً في المثل المصري يعني أسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك أستعجب. فنعلم انه انه الواقع والتاريخ والحقيقه اللي عايشها الانسان المسلم في البلاد العربيه حقيقه مريره جدا. قيمه الانسان ليست مجرد كلام، ان الانسان الاسلام كرم الانسان. ليس هذا يعني مجرد كلام. لابد ان يكون الواقع بياكد كده والواقع ما بيأكدش كده لابد ان يكون التاريخ بياكد كده والتاريخ لا يؤكد كده لكن لما ناتي الى الايمان المسيحي هنشوف ازاي فعلا الايمان المسيحي قدم صوره حقيقيه رائعه لقيمه الانسان في نظر الله زي ما قلت اللي بيميز الايمان المسيحي عن اي ايمان اخر، اللي بيميزه عن البوذيه، اللي بيميزه عن الكونفوشوسيه، اللي بيميزه عن الاسلام، اللي بيميزه عن اي ايمان اخر، الايمان المسيحي ما يميزه هو تفرد شخص الرب يسوع المسيح. ولما اتكلم عن التفرد احنا بنتكلم على انه ما, ما الذي يجعل يسوع المسيح متميزا ولا يمكن ابدا ان يقارن لا يمكن ان يقارن ببوذا ولا يمكن ان يقارن حتى برسول الاسلام لماذا هذا التفرد في حياته كان متفردا في تعليمه كان متفردا في قداسته وسلوكه كان متفردا في طهارته ونقائه الداخلي وفي محبته للناس كان متميزا الإيمان المسيحي سر تفرده هو الشخص يسوع المسيح تفرد يسوع المسيح شخص عجيب فريد لا يمكن أبدا أن يقارن بأي شخص آخر مهما كان هذا الشخص لا يوجد إنسان عاش على هذه الأرض يأتي حتى ولو قريب من شخص الرب يسوع في تفرده في حياته وتعليمه ومعجزاته ومحبته وفدائه وتضحيته واهتمامه بالإنسان وخلاصه للبشرية ما فيش حد ما فيش حد أبدا يأتي ولو حتى يعني سكند للرب يسوع المسيح حياته زي ما قلت تعليمه قداسته محبته موته الفدائي وقيامته من بين الأموات هو الله الظاهر في الجسد والأسبوع اللي فات اتكلمت عن مقارنة ما بين يسوع المسيح في حياته وتعليمه ما بين أيضا آآ آآ يعني رسول الإسلام في حياته وفي تعليمه لكن نأتي إلى النقطة اللي احنا دخلنا إلى الجزء الثاني من هذه السلسلة لماذا أنا مسيحي وهو المنظور المسيحي الشامل المسيحية ليست مجرد فكرة هنا أو فكرة هناك والكتاب المقدس ليس مجموعة من الأفكار هنا ومجموعة من الأفكار هناك، اللي يقرأ الكتاب المقدس يعلم أن الكتاب المقدس له بداية وله نهاية، الكتاب المقدس بيكلمني عن بداية وبيكلمني عن نهاية، من سفر التكوين إلى سفر رؤية، وحدة واحدة، تناغم، حقيقة واحدة، رواية واحدة بيكلم عنها الكتاب المقدس، والكتاب المقدس زي ما قلت بيقدم لي أربع أجزاء لصورة متكاملة بسميها المنظور المسيحي المنظور المسيحي The picture of reality الحقيقي عن, عن كل شيء المنظور المسيحي بيتكون من أربع أشياء بيكون من الله بيقدمه لي في البداية الإله الخالق الاله الموجود بذاته الاله الذي اوجد السماوات والارض وكل ما فيها الاله الذي خلق كل شيء من العدم الاله الذي هو منفصل عن خالقته عالي متسامي اله آه، محب للانسان كويس الله الخالق لكن كمان بيكلمني عن الانسان ومش بس بيتكلم عن سقوط الإنسان لكن بيكلمني عن خلق الإنسان عن قيمة الإنسان عن جمال الإنسان اللي ربنا خلقه لكن الإنسان زي ما نشوف النهاردة الإنسان عنده مشكلة والمشكلة دي بتحتاج إلى حل والحل أتى في فداء الله وخلاص يسوع المسيح لكن كمان الكتاب المقدس بيكلمني عن نقطة رابعة مهمة انه في ملء الزمان عندما يعني ياتي الرب يسوع في مجيئه الثاني يرد كل شيء ويجمع كل شيء في شخصه هنشوف انه ازاي كل حاجه بترد مره ثانيه الى وضعها الصحيح. فالكتاب المقدس وحده وحده. كلمني عن الله. يكلمني عن الانسان. يكلمني عن خلاص الله. اللي صنعه وبيكلمني عن النهاية وحدة واحدة من سفر التكوين إلى سفر الرؤية وعش كده أقدر ألخص المنظور دوان في النقط الأربعة زي ما موجودة قدام حضراتكم الله الخالق الإنسان وخلقه وسقوطه الفداء بيسوع المسيح ورد أو زمن رد كل زمن رد كل شيء. طيب اجي الى جزء مهم اخر وهو المسيحيه هي العقيده الوحيده التي قدمت منظور شامل صحيح عن الله كويس مين هو طبيعته محبته صفاته كلمتني ايضا عن الانسان قدمت لي منظور شامل ايضا عن الانسان كويس وكلمتني ايضا عن الفداء وكلمتني عن زمن رد كل الاشياء. ده دي المسيحيه لو حبيت الخص يعني لو خلينا السلايد ده قدامنا شويه لو حبيت الخص المسيحيه هي كده، الخص الكتاب المقدس هو في الاربع نقط دول. الكتاب بيتناول الاربع نقط دول، اعلان الله بيتناول الاربع نقط دول ابتداء من مين هو الله الذي يعلن عن نفسه الانسان والفداء ورد كل الاشياء. اجي النهارده عشان نتكلم عن الانسان. الانسان. الانسان الذي خلقه الله واوجده. الانسان. وخلق الانسان مذكور في اصحاح واحد واصحاح اتنين وبالتفاصيل بتاعته في اصحاح 2 من سفر التكوين الانسان اللي ربنا خلقه كائن جميل جدا كائن مميز كائن لا يوجد مثله في كل الخليقه هو يشبه المخلوقات في بعض الاشياء لكنه متميز ومتفرد عن بقيه الخليقه كلها كويس جمال الانسان بيعود لكونه مميز عن بقيه المخلوقات يعني هو ليس كالاشجار وعالم النباتات وليس كعالم الحيوانات وليس ايضا كالمخلوقات الاخرى اللي ربنا اوجدها هو مميز كائن مميز فريد في تكوينه فريد في خلقه فريد في آم تميزه كانسان هو مميز، ربنا اوجده كراس للخليقه، خلقه كشخص مميز جدا يستطيع ان يقيم علاقه مع الله، ويستطيع ان يحب، ويستطيع ان يفكر، ويستطيع ان يكون انسان عاقل له فكر. كويس؟ جمال الانسان بيعود على انه زي ما قلت في بيشبه من الناحيه الجسديه او من الناحيه التكوينيه كجسد آه ك يعني آه كشيء مخلوق كانسان مخلوق لكنه ايضا بيمتاز انه فيه روح مميز عن بقيه الكائنات، الانسان مكون من جسد ومن نفس ومن روح. لكن الكتاب المقدس واضح جدا في خلق الله للانسان والكتاب قال عباره جميله جدا قال انه الله لما خلق الانسان خلقه على صورة الله وشبهه يعني الانسان ما فيش ابدا اي كائن من الكائنات ولا اي مخلوقات اخرى اتوصفت بهذا الـ الـ الوصف انها مخلوقة على شبه الله. الانسان وحده هو الذي وصف بانه مخلوق على صورة الله. يقول كده في سفر التكوين وفي اصحاح واحد وفي عدد 24، وقال الله: نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم. وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض وهنا بياتي سر جمال هذا المخلوق انا وانت انه احنا مخلوقين على سوره الله كويس طبعا ناتي هنا التعبير سوره الله استخدم فقط للاشاره الى الانسان الذي ميزه الله عن بقيه المخلوقات زي ما قلت ما فيش أي مخلوقات أخرى وصفت بأنها مخلوقة على سورة الله لكن يأتي يعني السؤال يعني إيه سورة الله يعني إيه لما الكتاب بيقول أن الله خلق الإنسان على صورته وعلى شبهه يعني إيه طبعا ممكن يجي لنا أفكار كتيرة وإحنا بنقرأ الجزء ده وعش كده هبدأ بالنفي قبل ما أبدأ بالتوضيح هذا المصطلح على صورتنا كشبهنا كويس لا يعني اي تشابه خارجي بين الانسان والله فالله روح والانسان متكون من جسد وروح ونفس فالله روح ولا يمكن ان يصور او يوجد له شبه خالص عشان كده ننفي من فكرنا انه الله بيشبهنا من الناحيه الجسديه يعني اه الكتاب بيتكلم عن عين الله يد الله قلب الله لكن دي كلها تعبيرات الله استخدمها علشان يوصل بيها حقائق فالله ليس له يد مثلنا والا كانت السؤال طب يد الله دي طولها قد ايه؟ طب عنده عضلات ولا ما عندوش عضلات؟ طب عين الله اللي بيتكلم عنها الكتاب دي عين 6 على ستة ولا اكتر مننا ولا عين بتقدر تجيب ايه؟ هي الله روح. لكن الله حب يعبر عن لما حب يعبر عن قدرته يعلم ان قدره الانسان بتقاس من خلال قوه ذراعه فعشان كده يقول يتكلم عن ذراع الرب الممدوده القادره ان تخلص. يعلم ان الانسان بيعلم الاشياء من خلال عينيه بينظر للاشياء، فلما يكلم ان الله بيرى كل شيء بيتكلم عن عيني الله. كويس؟ فهذه تعبيرات الله استخدمها تعبيرات انسانيه لان الانسان هيفهم من خلال هذه التعبيرات، ما يقدرش يفهم خارج هذه التعبيرات. فلما اعلن عن قدرته استخدم اليد، لما اعلن عن معرفته استخدم العين لما است... لما اراد ان يقول انه انا بسمع صلواتكو قال عن اذن الرب لما اتكلم عن مشاعره ومحبته تجاه الانسان اتكلم عن قلب الله بس لكنه ليس الله له صوره ماديه مثلي ومثلك الله ليس له شبه عشان كده الرب حذر شعبه بأول وصية من الوصايا العشر لا تصنع لك تمثالا منحوتا ممن في السماء ومن على الأرض أو تحت الأرض يعني ما مش ممكن تشبه الله بأي شيء الله ليس له شبه ولا يمكن أن يشبه بشيء وعش كده كل العبادات الوثنية حاولت أنها تتخيل الله وعبدت أوثان إنها سواء البعل سواء العجل سواء الشمس أو الأمر أو عملت ليها تماثيل وأوثان إنها ترمز إلى الألهة ودي كانت في نظر الله خطية عظيمة جدا لكن نأتي يعني إيه على سورة الله يعني إيه أحاول أوضحها عشان تبقى قدام حضراتكم مفهوم هذا المصطلح المصطلح ده زي ما قلت يشير هذا المصطلح الى البعد الروحي للانسان البعد الروحي للانسان لان الله عندما خلق الانسان نفخ في انفه نسمه حياه فالانسان متميز كائن روحي مش بس كائن مادي جسدي الانسان ايضا فيه روح كمان تشير الى النفس البشريه في بساطتها وخلودها الجسد بيفنى لكن النفس البشريه نفخه الله التي نفخها في انف الانسان هتظل خالده. وعشان كده الكائن الوحيد الذي هو خالد هو النفس البشريه. نفس الانسان خالده. كمان الله خلق الانسان أه لما يكلمنا كده يقول لنا ان الله خلق الانسان كائنا مفكرا عاملا وحرا الكائن الوحيد الذي يفكر وعاقل وحر هو الانسان. هو الانسان شوف النهارده الانسان وصل الى الى اي مدى من التقدم العلمي. الانسان يعني بعقله وبفكره أه تخطى مراحل كثيرة جدا في العلم والمعرفة في تقدم علمي رهيب وصل للأمر وبيفكر انه السنوات اللي جاية يوصل الى المريخ كويس انسان عاقل كمان من الناحية الاخلاقية فانه خلق خلق الانسان متأرب خلق الانسان متمتعا ببر وصلاح وقداسة الانسان كائن لما خلق ربنا خلقه صالح وبار. لكن كمان من الناحيه الاجتماعيه الانسان كائن اجتماعي لا يستطيع ان يعيش منعزلا عن الشركه والعلاقه مع الله ومع الاخرين. واخر حاجه اقولها انه دايما السوره بتمثل الاصل، السوره تمثل الاصل، وعشان كده لما ربنا خلق الانسان على صورته اراد من الانسان ان يكون نائبا ومتسلطا على كل الخليقه التي خلقها. ده معنى المصطلح سوره الله وشبهه. فالقيمه اللي بيعطيها الكتاب المقدس للانسان لا نجدها ابدا في اي من العبادات الاخرى يمكن الاسلام يقول لي ان ربنا خلق الانسان كويس لكنه لا يتكلم عن انه الانسان مخلوق على صورة الله ولا يتكلم على انه الانسان مخلوق آآ 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 ب ب ب ب بنفس خالدة وكائن اجتماعي وعاقل وحر ووجد من اجل العلاقة والشركة ليستمتع بالعلاقة مع الله عشان كده خلق الانسان بهذا الشكل هو زي ما قلت اللي بيعطي للانسان قيمه ومعنى او بالمفهوم المعاصر بتاعنا بيديله حقوق سميها النهارده حقوق الانسان هذا الكائن اللي ربنا خلقه له حقوق هو ليس كبقيه المخلوقات له حقوق اول حق الحق في الحريه كائن حر ربنا اوجد فيه الحريه لكي ما يختار وده اللي بيميز الانسان وده يمكن هو سبب ايضا الشر والالم اللي موجود في العالم حريه الانسان الله لما خلق الانسان جعله انسان حر من جميع شجر الجنه تاكل واما شجره معرفه الخير والشر فلا تاكل منها لان يوم تاكل منها موتا تموت عندك الاختيار الرب اعطاك هذه الحريه ميز الانسان بحريه الاختيار فالانسان كائن حر الانسان ايضا له الحق في الحياه ولا يستطيع شخص مهما كان أن ينزع هذا الحق حق الحياة من الإنسان كتابيا هذا الحق بينزع من الإنسان إذا هو نزع هذا الحق من إنسان آخر يعني قاتل الإنسان قاتل أو سافك دم الإنسان بالإنسان يسفك دمه ده القضاء اللي بسميها كابيتال بانيشمنت إنه انه انه الحكم بالموت على القاتل. لانه قتل نفس انسان. لكن لكل انسان حق الحياه والحياه الكريمه. حق التعبير والراي نعبر عن رايي ذا فري اوف سبيتش. اعبر عن رايي بدون خوف وبدون قيود، اقول رأي وانا مش خايف ولا انا خايف على بيتي ولا خايف على مراتي ولا خايف على ولادي ولا خايف على شغلي اقول رايي واعبر عن رايي بحريه حريه العباده والمعتقد انه اختار المعتقد اللي انا اختاره دون ان يكون هناك اجبار واذلال حتى اختار ما لا اقتنع به حريه العباده والمعتقد حريه الممارسه السياسيه اختار الحزب اللي انا عايزه واقول رأي بحريه وامارس يعني حريتي السياسيه بدون قيود بدون قيود طبعا اذا جينا للانواع الحريه دي كلها اذا جينا لها كويس جينا لكل هذه الانواع اللي اتكلم عنها بنتكلم عنها هنا وانواع الحريه المختلفه. كويس؟ دول كلهم اذا جينا لهم طبعا اي واحد حتى في الاخوه المسلمين يقول لك اه دول كلهم موجودين عندنا ده كل انواع الحريه دي اتكلم عنها الاسلام. كويس؟ طبعا زي ما قلت في البدايه الكلام سهل. كلام سهل. لكن يكفي النظر الى واقع المرير اللي بيعيشه العالم العربي. يكفي النظر الى الواقع المرير الذي يعيشه العالم الاسلامي. لكي ندرك ان الكلام اللي بيتقال عن الحريات في المعتقد الاسلامي غير حقيقي. لا يوجد شيء اسمه الحق في الحريه. الحريه هي ما تختاره لك الجماعه. ده الحق في الحريه. لا يوجد شيء اسمه الحق في الحياه لا يوجد شيء اسمه الحق عن التعبير عن الراي لا يوجد شيء انك تختار المعتقد بتاعك ولا يوجد شيء ايضا اسمه ممارسه الحياه السياسيه بحريه ده كله كذب وخداع ده كله غير موجود في العالم الاسلامي العربي وعشان كده معظم وغالبيه الشباب العربي يتمنوا انه يهربوا من بلادهم العربية وللأسف يعني مصيبة اخرى هو بيهرب من الواقع ده عشان يروح لبلد فيها حرية فينقل اقتناعه اللي جواه ده الى البلاد الحرية فيقلبها زي البلد اللي هو هربان منها لكن ده الواقع والواقع ده بيأكده مش, مش انا بس اللي بأكده الواقع ده بيأكده اكتر من فيديو هنتفرج عليه النهارده في حريه الحياه حريه الاختيار حريه المعتقد لا توجد حاجه اسمها حريه شخصيه ولا يوجد شيء اسمه حق انساني لانسان عربي مسلم او لانسان غير مسلم خلونا نشوف اول فيديو بيكلمنا عن هذا الموضوع ونرجع نعلق عليه بعض الناس يقولون لا تقولوا عن الكفار كفار ولكن قولوا غير مسلمين فما رايكم؟ والله عندنا قول الله افضل هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم هذا تقسيم الله الله جل وعلا قسم الناس الى مؤمن وكافر فكل من لم يكن مؤمنا فهو كافر وإن كان الكفار على دركات هناك الكافر الأصلي هناك الكافر الكتابي أقصد يعني أيضا أصلي لكن الكافر الكتابي هناك الكافر الوثني هناك الكافر المنافق هناك الكافر المرتد وهم يتفاوتون في كفرهم وهناك الكافر المعادي هناك الكافر غير المعادي لكن في النهاية كلهم كفار كلهم كفار كل من لم ي... انت تسال يقول انت مسلم بيقول لا خلاص كل من لم يكن مسلم فهو كافر كل من لم يكن مسلم فهو كافر قل اهل كتاب اي اهل كتاب كفار شو المشكله يعني؟ الله سبحانه يقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم وكل النصارى يقولون ثالث ثلاثه ويقول عيسى ابن مريم اله او ابن الله فكيف لا يكون كفار, كفار. طبعا ده التقسيم الطبيعي تقسيم بين مؤمن وكافر كل من هو ليس مسلم هو كافر كويس ده ده التعليم كويس كل من هو ليس معي هو ينبغي انه يموت نحكم عليه بال بالموت لا توجد نظرة شاملة للإنسانية، لا يوجد لا يوجد حرية معتقد، لا يوجد حرية معتقد. هو هو كل اللي عنده إن أنت لابد إنك تبقى كده وأمال لو أنت مش مؤمن مسلم يبقى أنت كافر. وطبعاً هناك تتنفذ عليك كل أحكام اللي تتنفذ على الكفار. أين الحرية؟ طب أنا أنا مش عايز أبقى مسلم. يبقى اتحكم علي ان انا كافر طب انا عايز عايز ابقى ملحد عايز اسيب الاسلام وابقى ملحد تبقى كافر طب انا اقتنعت بالبوذية سيبني اروح للبوذية لا تبقى كافر فالتعاليم فال الاسلامية التعاليم الاسلامية لا تشمل أبدا حاجة اسمها حرية المعتقد والعبادة ما فيش حاجة اسمها حرية المعتقد والعبادة ده البلوى الكبرى انه لا الشيعة بيقبلوا السنة ولا السنة بيقبلوا الشيعة طيب الكافر دون بقى هل له حرية الحياة يعني ماشي انا هقبل ان انت حكمت علي ان انا كافر هل ليا بقى في في البلاد الاسلاميه حريه الحياه هل يعني اعيش حر هل ممكن اعيش حر هل ابقى انا سيد حياتي وسيد قراراتي هل اقدر اعيش وامارس حريه الحياه ها في 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 اللي بيكفلها لي الله الخالق بيكفلها لي؟ ولا لا الفيديو الثاني بيورينا انه ازاي انه هؤلاء الكفار لا يستحقوا ان يعيشوا. الحاجة الوحيدة اللي يستحقوها هو الموت. شوف الفيديو الثاني ونرجع نعلق. تحدثوا فقط عن جهاد الدفع وقاتلوا الذين يقاتلونكم ها وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يعني بحس الواحد انه لازم دائما يكون مؤدب ما يجيش في حدا ولا يرفع سلاحه في وجه حدا ان حدا اعتدى عليه نعتدي ما عدا ذلك خلاص سوية سلمية سلمية لا هناك ادعوهم الى ثلاث خصال فاذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم اسلام جزية فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك قاتلهم فاستعن بالله وقاتلهم فليسمعها العلماء فاستعن بالله وقاتلهم متى؟ عندما يقاتلونك لا عندما يرفضون تطبيق عندما يرفضون دخول الاسلام ويرف... او ويرفضون دخول آه... تطبيق دفع الجزيه تمام عندها لا معنى لبقائهم متنعمين في هذه الحياه الدنيا ياكلون من مال الله ويكفرون به لا غصب عنهم من نخضعهم لسلطان الله ولا نكرههم في الدخول في دين الله طيب شفتوا يعني ده مجمل التعليم كويس انه هو بيقول باللفظ كده لا معنى لحياتهم ما فيش حاجه اسمها حياه لا معنى لحياتهم ما ينفعش يعيشوا ما ينفعش يعيشوا وعشان كده حتى في البلاد الاسلاميه غير الم... غير المسلم ما يقدرش يعيش زي ما المسلم مش قادر يعيش ويمارس حريته غير المسلم ايضا مش قادر يعيش ده طبعا لما نيجي ونقارن التعليم دي بتعليم الرب يسوع المسيح لا يمكن ابدا ان نضع دي في كفه ودي في كفه لانه بكل وضوح بنشوف انه كبعد السماء عن الارض كبعد المشرق عن المغرب تعليم الرب يسوع عن الانسان وعن قيمه الانسان حتى الانسان المختلف الذي لا يؤمن بما اؤمن به فهو مازال انسان شوف الرب يسوع عليه تعليم الرب يسوع واحد ناموسي أتى للرب يسوع اللي هو من معلمين الناموس يعني معلمين الشريعة اليهودية وأتى مش كمان عشان يعرف لا لا ده جه علشان يعني يجرب الرب يسوع قائلا يا معلم ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية؟ سؤال جميل جدا أعمل إيه علشان أرث الحياة الأبدية؟ فقال له ما هو مكتوب في الناموس انت مكتوب عندك كيف إيه في الناموس كيف اجاب الناموس على السؤال اللي انت بتساله كيف تقرا فاجابه وقال الناموس يعني علمنا تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قدرتك ومن كل فكرك وقريبك مثل نفسك ده اللي علمه لنا الناموس الناموس في العهد القديم علمنا انه أ أ اعظم وصيتين هما انك تحب الرب الهك من كل قلبك ونفسك وقدرتك وتحب قريبك مثل نفسك. الرب يسوع قال له فقال له بالصواب اجبت افعل هذه هذا فتحيا واما هو فاذ اراد ان يبرر نفسه قال ومن هو قريبي؟ خلي هو السؤال هنا ماذا أعمل ليس الحياة الأبدية فلما قال له أنت الناموس بيقول إيه وجاوب وكان آخر جزء في الناموس تحب قريبك مثل نفسك طب أوكي بقى أنا هسألك بقى سؤال من هو قريب اللي أنا ينبغي أن أحبه هل الأمم يعتبروا أقرباء لنا هل السامريين يعتبروا أقرباء لنا هل المختلفين معانا يعتبروا أقرباء لنا هل الإنسان كإنسان يعتبر قريبي؟ شوفوا كلام الرب يسوع. قال له إيه؟ فأجاب يسوع وقال إنسان قدم له الإجابة في سورة مثل. إنسان كان نازلاً من أورشليم إلى أريحة كويس؟ ده كان شخص يهودي لأنه كان في أورشليم. فوقع بين اللصوص قطاع طرق فعروه وجرحوه ومضوا وتركوه بين حي وميت بعد ما خدوا كل حاجة منه وضربوه العلقة الكويسة سابوه في الطريق بينزف ومشي فعرض أن كاهنا واحد كاهن معلم مفروض ده شخص يعني متدين كويس فان ان كان نازلا في تلك الطريق فراه وجا وجاز مقابله لا وشافه ولا كان مالي يا عم خليني ايه اكمل طريق ده كاهن والمفروض انه ايضا يهودي زيه. وكذلك لاوي ايضا لاوي ده برضه السبط الكهنوت المفروض الناس اللي هي مهتمه بتطبيق الناموس الطقسي آه كويس اوي ويقول ولاوي ايضا السار عند المكان جاء ونظر وجاد مقابله يبقى اتنين من اليهود من المعلمين شافوا واحد يهودي مطحون ومضروب ومجروح وقال لك انا ايه؟ انا مالي؟ وسابوه ومشيوا. يقول بقى كتاب ولكن سامريًا، سامري في نظر اليهودي ها آه؟ انسان نجس. سامري في نظر اليهودي انسان نجس. ولا ياكل عنده، ولا يشرب عنده، ولا يكون له شركه معاه، ده انسان يعني خارج ها آه؟ خارج الامه اليهوديه بينظروا اليه. ويز انسان سامري مسافرًا. جاء إليه ولما رآه تحنن فتقدم وضمت جراحاته وصب عليها ديتا وخمرا وأركبه على دبته وأتى به إلى فندق واعتنى به وفي الغد لما مضى أخرج دينارين يعني حتى كمان يكلف من جيبه وأعطاهما لصاحب الفندق وقال له اعتني به ومهما أنفقت أكثر فعند رجوعي أفيك فأي هؤلاء الثلاثة ترى سار قريبا للذي وقع بين اللصوص مين بقى القريب لهؤلاء من هؤلاء الثلاثة للإنسان الذي كان بين حي وميت ومضروب ومجروح مين قريب لي فقال الذي صنع معه الرحمة فقال له يسوع اذهب انت ايضا واصنع هكذا بمعنى ايه؟ انه لا تنظر الى الى الى, الى 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 دين الانسان ولا تنظر الى معتقد الانسان لكن اصنع الرحمة معه كانسان يستحق. يعني اصنع معه كانسان يستحق الرحمة اصنع معه الرحمة. طيب اخذ مداخلة أه. الو الو سلام ونعمه سلام ونعمه اخ زكريا اهلا بك. دكتور اشرف سعيد الله يحفظك اهلا وسهلا برنامج على البرنامج برنامج عبر الكتاب وبرنامج اكاديمي تعليمي يسرد اما بخصوص موضوع الحلقه الايمان المسيحي الذي يبعد الاراء وهي ان الايمان الحقيقي من هو وكيف يصبح الانسان مثيرا. قبل التطرق الى الموضوع اريد ان اقول للشباب المغاربه للعلمانيين آه 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 ان الاسلام دين الخرافه واعتناق المسيحيه وطلب الكتاب المقدس كقناة الحياه وتحققوا باقرب كنيسه للمغرب تحمل الصليب وتتبعوا طريق المسيح وهو الحي

ولي... Foi... طيب اخ زكريا معلش انا عندي مشكله آه في الصوت فانا مش قادر اسمع آه كويس اللي حضرتك آه بتقوله كان نفسي ان انا اسمع كويس واتداخل واتداخل معاك ففي مشكله في الصوت طب ممكن ناخد المداخله الثانيه الو 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 مساء الخير مساء النور أنا دكتور سيتي شنودة أهلا وسهلا بحضرتك أهلا بحضرتك لو تسمح أنا عايز أنبه لموضوع خطير بيحصل في مصر الأيام دي إيه الخطف مم. خطف مئات الفتيات والأطفال المسيحيين مم. زادت الخطف من زمان بقاله سنين إنما في الشهور اللي فاتت أو في السنة والسنتين اللي فاتت زاد الخطف بطريقة غريبة مم. بطريقة أ متصاعده آه كان زمان الخطف باجبار الفتيات على الأسلامة دلوقتي لا دلوقتي الخطف بيختفوا نهائي ما اي اثر وداعش اعلنت انها خطفت فتاه مسيحيه من مصر من حوالي ثلاث اسابيع فغالبا الفتيات اللي بتخطفوا بيروحوا لداعش <applause> بتواطؤ من جهاز الامن الوطني المصري وبعض شيوخ الازهر أه مئات الفتيات المسيحيات والاطفال المسيحيين اتخطفوا في السنوات القليله الماضيه الجميع ساكت على الموضوع ده اه يعني دي دي فعلا دي فعلا حقيقه يعني آه اخي الفاضل وفعلا يعني آه ناس كثيره في مصر النهارده بتتكلم عن هذا الموضوع انه انه خطف الفتيات صار آه يعني بصوره ابشع آه وزي ما بتقول مش بس اجبارهم عن على الاسلام لكن كمان اختفائهم من المجتمع آه بصوره او باخرى وده بيوريني بيوريني حاجه مهمه جدا بيوريني انه قيمه الانسان في الاسلام هي صفر أن الإسلام لا ينظر للإنسان على أنه إنسان إلا إذا كان مسلم كويس لكن الله ينظر للإنسان كإنسان لأنه مخلوق على شبهه وله حرية المعتقد وحرية العبادة وحرية الحياة والعيش الكريم ودي الأشياء اللي المفروض أنه كمجتمع كنسي مفروض أن احنا يعني آه يكون لنا وقفة تجاه هذا التعدي اللي بنشوفه في المجتمع المصري من خلال خطف البنات وانا يعني من على هذا المنبر قناه الحياه احنا مهتمين بهذا الموضوع واعتقد انه اكثر من حلقه افتكر انه الاخ مجدي خليل قبل كده تناول هذا الموضوع بارقام كثيره جدا وبتحليل شامل لكن نحن نصلي انه الرب فعلا الذي يرى الظلم هو لا يصمت ابدا عند صراخ الظالمين فهو يسمع ويستجيب ونثق ان الرب هيتدخل بطريقه او باخرى لكي يوقف هذا الشر الموجه ضد الكنيسه وضد المسيحيين في مصر اشكرك اخي على احنا احنا بعدين احنا المنظمات القبطيه في دول المهجر وبنرجو اقباط المهجر انهم يهتموا بالموضوع ده اقباط المهجر ساكتين تماما وأقسم ما فيها بيطلعوا بيان باللغه العربيه إيه انما في وسائل اخرى للاحتجاز السلميه في إيه مظاهرات ما سمعناش اي مظاهره من 10 سنين م. مع كل الجرائم اللي اتعملت ضد الاقباط في مصر في دعوات بتتعمل دعوات وقضايا ممكن ترفع في الد... تترفع في المحاكم المحليه والمحاكم الدوليه ما فيش اي منظمه قبطيه في المهجر رفعت قضيه ضد خطف البهاد ضد ذبح الاقباط في مصر ضد حرق الكنايس في وسائل كثيره للاحتجاج السلمي ما بنشوفش منظمات اقباط المهجر عملت حاجه اكتر من البيانات اللي ما تسمش الورق اللي بتتكتب عليه م. احنا بنرجو منظمات اقباط المهجر أرجو أرجو أنه صوتك يعني يسمع من خلال برنامج عبر كتاب وإنه المسؤولين عن المنظمات دي يكونوا بياخدوا خطوة فعلاً إيجابية لوقف هذا الشر وهذا يليت الظلم. يا ريت عمل فعلي وليس بيان باللغة العربية. يا ريت عمل فعلي يا أستاذ ومعروف الحالات اللي ليها تأثير. أشكرك تأكير. أشكرك أشكرك على على المداخلة أشكرك. طبعا احنا بنتكلم عن الانسان وادينا شايفين انه الانسان ليس له قيمه، اي انسان. على فكره يعني آه زي ما قلت الواقع، الواقع بيثبت انه الانسان له قيمه فقط في المجتمعات التي تتبنى المبادئ والنظره المسيحيه للانسان. ده الواقع اللي بيثبته. انه فعلا نظرة الكتاب المقدس للانسان هي اللي بتجعل الانسان في تصرفه نحو اخيه مختلف وعش كده لما اجي لتعليم الرب يسوع حتى تعليم الرب يسوع شفنا ازاي كلم الرب يسوع عن عن من هو قريبي وقال انه القريب هو الانسان في الانسانية هو اخوك الانسان المحتاج ودون كل انسان صنع معاك الخير اصنع كمان انت خير معاه فبيتكلم عن عن انه زي كلنا لنا دور فعل الخير مع كل محتاج ومع كل من هو في ضيقة لكن كمان الرب يسوع قال في متى 25 كلم في متى 25 وقال حاجة جميلة جدا قال ومتى جاء ابن الإنسان في مجده وجميع الملائكة القديسين بعفعان الزين يجلس على كرسي مجده ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخراف عن الجداء فيقيم الخراف عن يمينه والجداء عن اليسار ثم يقول الملك للذين عن يمينه تعالوا يا مبارك أبي رثوا الملكوت المعد لكم منذ تاسيس العالم، لاني جعت فاطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فاويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فاتيتم الي، فيجيبه الابرار حينئذ قائلين يا رب متى رايناك جائعا فاطعمناك، او عطشانا فسقيناك، ومتى رايناك غريبا فاويناك، أو عريانا فكسوناك، ومتى رأيناك مريضا أو محبوسا فأتينا إليك، فيجيب الملك ويقول لهم: الحق الحق أقول لكم بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي قد فعلتم، إن كل ما بتعملوه مع المريض والمحبوس والذين في احتياج والجائع والعطش دون اعتبار ل هو ديانته ايه؟ هو لون جلده ايه؟ هو انتمائه ايه؟ انك تصنع الخير مع هؤلاء فكل ما صنعتموه مع هؤلاء الاصاغر المساكين فبي قد صنعتم، ويجي واحد يقول لك انه غير المسلم لا يستحق الحياه. لا يستحق الحياه. كمان ناخد فيديو اخر بيورينا ازاي هذا الفكر فكر معاداة الاخر غير المسلم نسمع الفيديو الثالث ونشوف الاعجاب بالغرب لا يجوز الاعجاب بالغرب الغرب كفار والله اعطاهم زهرة الدنيا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه وأما ما وصل إليه الكفار من المخترعات والمصنوعات فهم يقولون انه بسبب خروجهم على الكنيسة نعم الكنيسة باطلة خرجوا على الباطل لأن الكنيسة ليست من عند الله عز وجل وما فيها هو من وضع البشر ومن عمل البشر فخروجهم عليها هو الذي منحهم الحريه ومنحهم لانه تحجبهم عن ذلك وهذا باطل وهذا باطل حتى الاعجاب بالغرب وبالتقدم العلمي وبما انجزه الغرب ده باطل انت المفروض تعجب بس بالمسلم اللي بيدبح واللي بيخطف البنات واللي آآ آآ يعني آآ بيسيء الى اي انسان اخر غير مسلم اللي بيهدم الكنائس واللي يولع في الكنايس، اللي يفجر هنا وهنا غير المسلمين، انت بس عليك انك تعمل كده. وهذا ليس باطل. اما الباطل فان انت تعجب بالغرب. انا مش بتكلم عن المحبه انك مش بس الاسلام لا يعرف محبه غير المسلم، لكنه بقى حتى الاعجاب ده باطل. كويس؟ ونيجي بقى شوف زي ما زي ما قدمنا تعليم الرب يسوع وتعاليم الكتاب المقدس كله ازاي ازاي هذه التعليم بتحرك الانسان نحو اخيه الانسان ازاي هذه التعليم نقلت حضارات وصنعت حضارات النهارده الانسان كله فعلا بيتمتع بما قدمه الايمان المسيحي في نظرته للانسان في نظرية الإنسان تعليم الرب يسوع عن الإنسان وتعليمه عن من هو قريب والسامير الصالح وتعليمه عن ما كل ما فعلتم بهؤلاء الأصاغر فبيه قد فعلتم كانت هي المحرك الدافع لكي يصنع حضارة مختلفة جميلة لصالح الإنسان كانت هي المحرك الدافع وراء عمل المستشفيات، فالمستشفيات ليست اختراع اسلامي، والاسلام لا يعرف شيء عن المستشفيات، لكن اول مستشفى اوجد اوجدتها الكنيسه، واول مكان لعلاج المرضى اوجدته الكنيسه في القرن الرابع في مدينه قيصريه اللودوكيه. مستشفى للعلاج لتوفير الادويه، للاهتمام بالمرضى كان هذا هو الدافع الايمان المسيحي عن الانسان كان الدافع وراء الكنيسه انها تبدا مشروع المستشفيات الذي لا يميز بين مسيحي وغير مسيحي بين اممي ووثني ويهودي ومسيحي كلهم سواسيه كلهم يحتاجون الى العلاج النهارده حتى اعظم المستشفيات على مستوى العالم هتلاقي ليها اسماء مسيحيه سانت جوزيف سانت باتريك سانت مش عارف مين القديس الفلاني القديس الفلاني مستشفيات وهيئات للعلاج على مستوى العالم كله اول مستشفى في بلادنا العربية كانت على يد هيئات مسيحية. وما جادوش بغرض التبشير، جم بغرض تقديم محبة المسيح. النهارده المسلم مش بيصنع مستشفى ولا بيص... بيعمل مستشفى، المسلم بيفجر مستشفى، زي اللي حصل في مستشفى معهد الاورام. وغيره من فيديوهات موجودة على تفجير داعش لمستشفيات كان فيها مرضى في سوريا وفي العراق أو طالبان هدا تهدف إنها تصيب مستشفى بصاروخ من الصواريخ الإسلام لا يعرف الاهتمام بالآخر والاعتناء بالإنسان كإنسان المستشفيات هي عمل مسيحي نفتخر به لخير الانسان دفعه كان كلام الرب يسوع وتعليم الكتاب المقدس عن من هو قريبي. ملاجئ ملاجئ حتى لو درست يعني خليك عزيزي المشاهد خليك خليك محايد ادرس بس تاريخ الملاجئ في البلاد العربيه. متى بدأت؟ ومين اللي اهتم بيها؟ ومين اللي عملها؟ لما واحدة تكون عايشة في نيويورك ومتمتعة بالحياة المدنية وتقرر إنها تنزل مصر وتروح all the way في الصعيد في أسيوط وتعمل ملجأ للأيتام للأيتام ولا تفرق ما بين مسيحي ومسلم ولا علوي ولا بهائي ولا شيعي ولا سني لكن لمجرد بس تهتم بالايتام دار الايتام الصليب الاحمر طبعا سموه الهلال الاحمر النهارده في البلاد العربيه مش عارف ليه هلال واحمر هو الصليب لانه احمر لانه بيرمز الى دم المسيح فالصليب الاحمر لكن عملوا الهلال الاحمر لكن الصليب الاحمر الاهتمام بالذين يصابون في كوارث سواء الحروب او المجاعات او الاوبئه او غيره او غيره او غيره كويس التعليم اعظم الجامعات على مستوى العالم من هارفارد لييل لبرنستون لغيره 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 كلها دي بداها مرسلين بداتها الكنيسه اعظم الجامعات على مستوى العالم بداها بهدف التعليم تعليم الكل الغاء العبوديه والتفرقه العنصريه اكثر ناس متعصبين عنصريا هم العرب ويقولوا في الاخر خير امه اخرجت للناس ادوني سبب واحد يجعلها خير امه اخرجت للناس الغاء تعدد الزوجات والحفاظ على الاسره ده التعليم المسيح الاصيل حقوق المراه والطفل غيره وغيره من الاشياء اللي النهاردة بنستمتع بيها واوجدها المجتمع لخدمة الانسان لمجرد انه انسان لمجرد انه انسان قيمة الانسان لكن الحاجة الاخيرة حابب اخد فيها كام دقيقة اتكلم عنها لانه ده هينقلنا للحلقة اللي جاية اذا تأنى الرب في مجيئه يعني وهي انه الانسان اللي ربنا خلقه خلقه على شبهه على صورته وإنسان جميل جدا هذا الإنسان عنده مشكلة مشكلة الإنسان كانت في الخطية كانت في السقوط مشكلة الإنسان ليست قلة التعليم كويس مشكلة الإنسان كلنا بنقول إيه المشكلة مع الإنسان ماذا حدث للإنسان المخلوق على صورة الله لماذا يوجد هذا الكم من الشر والانتقام والظلم والعنف في الانسان. كيف تحول الانسان من حاله البراءه الى حاله الفساد. مشكله الانسان زي ما قلت ليست هي الجهل او قله التعليم. وليست مشكله الانسان ايضا الفقر وقله المصدر. مشكله الانسان اولا واخيرا هي مشكله اخلاقيه قلبيه. الإنسان قلبه اتلوث، الخطية لوثت قلب الإنسان، فصارت كل أفكار قلبه شريرة. طب إيه الحل؟ ماذا يفعل الله تجاه شر الإنسان؟ ونجاسة الإنسان، وبعد الإنسان، وخطية الإنسان؟ كويس؟ الحل الوحيد هو في المخلص يسوع المسيح مشكله الانسان يحلها مجيء الفادي الفادي الذي اتى في ملء الزمان الرب يسوع المسيح الذي جاء لكي يخلص ما قد هلك وهكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه نتكلم عن الفادي في الحلقه اللي جايه فالى ان نلتقي سلام المسيح يكون معكم